كتاب الواضح في النشاط من النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. عندنا درس جديد ما أنواع الأخوة، صفحة 61. إذن صفحة 61 الدرس ما أنواع الأخوة. Quels sont les types de force؟ Les types معناه الأنواع. ما هي أنواع الأخوة؟ إذن الهدف تعلمي من هذا الدرس أصنف القوة حسب نوعها. أصنف القوة حسب نوعها. Je classe les forces. Je classe معناه أصنف les forces. Les forces هي القوة. En fonction de leur nature. حسب طبيعتها أو حسب نوعها. انطلق. ألاحظ الصورة وأعبر. لاحظ هذه الصورة. عندنا جرار يجر وراءه هذا المحرات. الجرار عندما يجر المحرات فهو يمارس عليه قوة لجره. إذن يمارس الجرار قوة على المحرات أثناء الحركة. هذه القوة التي يمارسها هي قوة ميكانيكية. سنلاحظ أن هناك نتساءل هل هناك قوى أخرى؟ قوى أخرى. إذن أتساءل ما أصناف القوى؟ ما أنواع القوى؟ أفترض أن هناك أصناف كثيرة من القوى مثل القوى الميكانيكية أو القوة الكهربائية أو أيضا القوة المغناطيسية. إذن هناك أصناف كثيرة. إذن أختبر. أنجز المناولة التالية وأستنتج. أملأ الفراغ بما يناسب. ها هي عندي مناولات، مناولة واحد، اثنان، ثلاثة. إذن نبدأ بالمناولة رقم واحد. لاحظ المناولة. هذا أريد أن أجر القلم ولكن لجر القلم أمسكه بخيط. إذن بخيط وأجره أمارس عليه قوة. إذن لجر القلم يجب أن أمسك الخيط بيدي. تتطلب قوة جر القلم تماس يدي مع الخيط. تتطلب قوة جر القلم تماس يدي مع الخيط. إذن خصنا نشد الخيط. وتسمى هذه القوة قوة ميكانيكية. وتسمى قوة ميكانيكية. اثنان، نشوف المناولة الثانية. هذه المناولة الثانية. إذن أضع مسمار ولكن أمسكه بخيط. لاحظ. ثم أقرب إليه المغناطيس. المغناطيس كنقرب ليه المغناطيس هذا. ماذا يقع؟ هو أن المغناطيس يجذب هذا المسمار. إذن هذه يمارس عليه قوة عن بعد. قوة، هذه القوة تسمى قوة مغناطيسية. إذن يجذب المغناطيس المسمار دون تماس معه. بدون تماس معه يمارس المغناطيس على المسامير قوة. هذه القوة مغناطيس عن بعد. عن بعد قوة عن بعد. يمارس المغناطيس على المسامير قوة عن بعد تسمى قوة مغناطيسية. قوة مغناطيسية.
أو القوة المغناطيسية. نشوف المناولة الثالثة. ثالثا المناولة الثالثة هي، إذا أخذ هذه المسطرة، أحك المسطرة بشعري، ثم أقربها لأوراق. ماذا يحدث؟ أنه تلاحظ أن هذه المسطرة، هذه الأوراق تنجذب للمسطرة دون لمس هذه الأوراق. هذه القوة هي قوة كهربائية، إذا تجذب المسطرة المحكوكة القطع الورقية بدون لمسها، بدون لمسها. تمارس المسطرة المحكوكة على القطع الورقية قوة كهربائية، قوة عن بعد، عن بعد، قوة عن بعد، وتسمى هذه القوة قوة كهربائية. إذن لاحظنا الآن أن هناك ثلاث أنواع من القوة: قوة ميكانيكية، قوة مغناطيسية، وقوة كهربائية. إذا نأتي إلى الخلاصة، أستخلص. أملأ الفراغات بما يلي: عن بعد، التماس. تصنف القوة إلى صنفين: قوة، وحدة كالقوة الميكانيكية لدفع الأجسام أو جرها، هذه قوة عن بعد، أو قوة التماس. إذا قوة التماس، قوة التماس كقوة الميكانيكية، هذه خصها قوة الميكانيكية، يجب تماس الأجسام لدفع. وقوة أخرى كالقوة المغناطيسية أو الكهربائية والجاذبية، هذه القوة قوة التماس أو عن بعد. إذا قوة عن بعد، عن بعد، قوة عن بعد كالقوة المغناطيسية والكهربائية والجاذبية. إذا أعيد: تصنف القوة إلى صنفين: قوة التماس كالقوة الميكانيكية لدفع الأجسام أو جرها، قوة عن بعد كالقوة المغناطيسية والكهربائية والجاذبية. الآن نأتي إلى أغني معجمي: ميكانيكية، ميكانيك، ميكانيك هي ميكانيكية، إلكتريك هي كهربائية، مانيتيك مغناطيسية، كنقول اون فورس مانيتيك أو بيان اون فورس إلكتريك قوة كهربائية، لا غرافيتاسيون جاذبية، لو كونتاكت، كونتاكت، التماس، ا ديستونس عن بعد. ثم أخيرا نأتي إلى أستثمر النوع التمرين: Je frotte un ballon de baudruche contre la manche de ma chemise. Je frotte بمعنى أحك، كنحك هذا البالون de baudruche contre مع القميص ديالي، اليد القميص ديالي، كونتر لا مانش دو ما شوميز. جابروش سو بالون دو بيتيت بول اون بابي الومنيوم، اذا كنقرب هذا البالون هذا من اوراق صغيره من الالومنيوم. جوبسيرف اي جو ديكري سو كي سو باش، جوبسيرف الاحظ وأصف ما يحدث. جوبسيرف جو ديكري، هي أصف ما يحدث، كي سي باس، ماذا يحدث؟ هو أن هذا البالون يجذب هذه الأوراق المغناطيسية الصغيرة. إذا لي بيتيت بول، لي بيتيت بول اون ألومنيوم sont attirés par le ballon. Les petites boules de l'orax sagera de l'aluminium sont attirées
sont attirés, je bidhom dek le ballon. Sont attirés par le ballon. وناتي الى نهايه هذا الدرس، وشكرا والى اللقاء، ولا تنسوا